سعادة الأستاذ سميع حمود رئيس لجنة الرقابة على مصارف لبنان، سعادة الأستاذ مالك المحروقي نائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي العماني، أصحاب السعادة والسيادة، زملائي المصرفيين، السادة المشاركون، أيها الحضور الكريم، يسعدني بداية أن أرحب بكم جميعا في المنطقة التاسعة للرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية الذي نعقده في مدينة بيروت، الحاضرة دوما لاستضافة الأشقاء العرب والتفاكر في مختلف التطورات والمستجدات الاقتصادية والمالية والمصرفية. أيها السيدات والسادة، أصبح هذا المنطقة الذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان غني عن التعريف، وقد أثبت على مر دوراته الزمان السابقة قدرته على حشد نخبة من الخبراء والمتابعين لمسألة إدارة المخاطر على الصعيدين العربي والعالمي، الأمر الذي جعل منه منصة رئيسية لتلاقي المعنيين في هذا المجال للتباحث حول الأولويات المالية لإدارة مصارفنا العربية والتعديلات الهادفة إلى تقوية المعايير المصرفية الدولية التي من شأنها أن تقلل من احتمالات تعسر المصارف وتخفف من تأثير حالات الفشل على النظام المالي بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام. لقد شهدت صناعة مصرفية خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات والتغييرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع، وبرز العديد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام خدمات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطورات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها. إن محاور هذا المنطقة وعناوينه تهدف إلى الإضاءة على أسباب المراجعة الشاملة الموجودات المثقلة للمخاطر وشرح الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المقاربة المعيارية لمخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل، إضافة إلى شرح التحديات التي تواجه مصارفنا العربية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9 ومناقشة معالجات نظامية للتعرضات السيادية والتخطيط الرأسمالي والتطبيق العملي لإطار الربحية المعدل على أساس المخاطر، إضافة إلى خطط التعامل. إننا نهدف من خلال هذا المنطقة السنوي الدائم إلى تأكيد أهمية فهم ثقافة إدارة المخاطر والتخفيف من تداعياتها، والعمل معا على إعداد سيناريو لدراسة أثر تطبيق المعيار الدولي التقارير المالية IFRS 9 على حجم المخصصات والربحية والقاعدة الاستثمارية والتعرف على تجارب الدول والبنوك في هذا المجال لتحديد الأطر التي يمكن أن نضعها للتطبيق وقياس مدى كفاية نصب المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات. كما سيعمل هذا المنطقة من خلال هذه النخبة من الخبراء وبينهم خبيرين من بازل هما مارك فرجوانين الشو وخبراء من سلطة دبي للرقابة على المؤسسات المالية، إضافة إلى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية على إبراز التحديات الرئيسية التي تواجه المصارف العربية في وقتنا الحاضر وعلى الآليات الكلية الواجب اعتمادها في فهم وتحقيق هذه التحديات والتعامل معها وفقا للمتطلبات الجديدة لتوصيات بازل، حيث أن الفهم الصحيح للمخاطر وبالتالي لآليات وطرق إدارتها على المستوى الكلي بعد يشكل المدخل السليم للحد منها. أيها الحضور الكريم، لا يخفى على أحد أهمية البحث والنقاش وتبادل الخبرات والمعرفة في كل ما يتعلق بالمخاطر المصرفية، وخصوصا ما
بعدما أدخلته لجنة بازل للرقابة النظامية ومجلس معايير المحاسبة الدولي تعديلات على منهجيات قياس وإدارة المخاطر واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة استنادا إلى التطورات والتداعيات التي أبرزتها الأزمة المالية العالمية والتي تركزت على نقص السيولة وضعف تصاميم المصارف والتدني بجودة محافظ التسليم. لعل ما زاد من أهمية هذا النقاش استمرار الاقتصاد العالمي والإقليمي بالتراجع على ضوء طبيعات الأزمات المتلاحقة اقتصادية كانت أم جيوسياسية والحروب التجارية في حسب المصور حيث أصبحت المصارف بحاجة لأن تكون جاهزة لتحديث أو تغيير خططها واستراتيجياتها لتتمكن من الاستجابة للتطورات الشاملة الجديدة وما يرافق هذا التغيير من مخاطر واسعة. أمام هذا الواقع تداعت الهيئات الرقابية الوطنية والدولية لتطوير قواعد العمل المصرفي المالي ووضع معايير دولية حديثة تساهم في جعل المصارف أكثر قدرة على تحمل الصدمات عبر تحديد وضعية مخاطرها بطريقة أكثر شمولية. وقد كان للجنة بازل دورا قياديا في هذا المجال حيث قامت بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية في العام 2011 على اتفاقية بازل 2 تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة شكلت معا بازل 2. وقد أثبتت المصارف اللبنانية في الإجمال خلال الأزمة المالية قدرتها على امتصاص الصدمات وتكبد أضرار أقل مقارنة بالمصارف العالمية نتيجة الإطار الرقابي الفعال والممارسات الفضلة في مجال إدارة المخاطر. ومع صدور معايير بازل 3 أكملت المصارف اللبنانية مسارها نحو تحقيق نمو قوي في نشاطاتها مع رفع مستوى رسميتها وتحسين نوعيتها بما يفوق الحدود الدنيا وذلك قبل عدة سنوات من فترة الالتزام النهائية في يناير 2019 حيث ظلت تتمتع بسيولة كافية مكنتها من مواجهة العقبات المستقبلية وأي أزمات محتملة على المدى القصير الأجل عن طريق نسبة تغطية سيولة مرتفعة وعلى المستوى الطويل الأجل عن طريق نسبة صافي التمويل الثابت وهي نسبة مرتفعة أيضا. في ديسمبر 2017 أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية الورقة النهائية التي تتضمن مجموعة من التعديلات على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل التي تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل 3 ما يصطلح على تسميته بازل 4. إن هذه المراجعات والتعديلات تعتمد على تقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية بما يخص مخاطر الائتمان ويفرض منهجا جديدا احتساب المتطلبات الرأسمالية لتغطية مخاطر التشغيل. وكانت لجنة بازل انتهت من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق في يناير 2019 ويتوقع أن تدخل كل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول يناير 2022. وأود أن أشير إلى أن من شأن هذه التعديلات أن تشكل ضغطا على رسامين المصارف العالمية عامة واللبنانية خاصة التي بدأت بالتحضير لمرحلة الالتزام عبر إعادة تدوير جزء كبير من أرباحها وتحسين نوعية مولوداتها المرشحة بأوزان المخاطر ورفع مستويات التحوط واتباع سياسة تسليف واستثمار أكثر انتقائية في مختلف الأسواق المحلية والعالمية. أما بالنسبة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رام IFRS 9 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والمتعلق بالأدوات المالية والمخصصات المالية والتي أصبح إلزاميا منذ بداية العام الماضي أود أن أشيد بدور المصارف العربية عامة واللبنانية خاصة التي خاضت بنجاح
غمار الالتزام بهذه المعايير الجديدة بما فيها من تحديات جمة. لعل أبرز هذه التحديات ضرورة تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة داخل المؤسسات ومع مفوضي المراقبة، وتحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، بالإضافة إلى تحديث جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر الائتمانية المتوقعة وتحديات البنية التحتية وأنظمتها. أيها الحضور الكريم، لا شك أن التحديات كبيرة والاستحقاقات وشيكة، وتتطلب منا أعلى مستويات التعاون وتوفير الموارد الضرورية لتطبيق سياسات إدارة مخاطر فعالة، ولن يكون ذلك ممكناً إلا بتطوير الخبرات البشرية في مجال إدارة المخاطر. وما هذا المؤتمر إلا فرصة لتضافر الجهود في هذا المجال. أجدد شكري وتقديري للأستاذ سمير حمود رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، وأتمنى أن نخلص جميعاً من مناقشاتكم وخبراتكم إلى ما يفيد مصارفنا العربية ويعزز مسارها في مواجهة تحديات إدارة المخاطر ويحقق الأهداف المرجوة لهذا الملتقى. وشكراً لإصغائكم.